انا مس عبير خطاب، وده كورس تاسيس صوتيات للاطفال. احنا خدنا مع بعض اصوات الحروف كلها والحروف المركبه، واخدنا الشورت اي والشورت اي والشورت اي والشورت او، والنهارده ان شاء الله موعدنا مع الشورت يو. الفيديوهات دي كلها موجوده على الصفحه وعلى القناه. اللي اول مره يشوفني يشوف قناه مس عبير خطاب وصفحه مس عبير خطاب على الفيسبوك ويتابع كل الفيديوهات دي. النهاردة ان شاء الله معدنا مع الشورت يو. يو ميك ذا ساوند اوف ا ا ا. يو ميك ذا ساوند اوف ا ا ا. اليو ده دايما احكي للاطفال كده ان هو نوتي شقي وبيضرب اي حرف يقف جنبه. يو ميك ذا ساوند اوف ا ا ا. تعال نشوف ال ا مع كل الحروف. البي صوته ب ومع ا ب ب. ك ك. د د. ف غ غ. ه ل م ن. پ پ. ر ر. س س. ت و و. ي ز ش. اس و اتش مع بعض. ش ش. سي و اتش تشا تشا. طيب خلاص ابني اتمكن وبقيت بشاور له على اي واحد فيهم ملخبطين كده بيعرف يقول. ف ما س ج. طيب تعالى بقى نعلمه ازاي يقرا كلمات بالشورت يو. هعمل له كده. خلاص هو اتمكن وعرف ان دول مع بعض ج ج. طيب هضيف له كمان ساوند ن، يبقى ج ن جان جان. طيب مثلا عندي هعمل له كده ف ف، متمكن منها وخلاص قالها على طول بكل سهوله. حطيت له ن فان فان. طب عملت له مثلا كده ك ك. طيب حطيت حرف كمان كاب. اتمكن من الطريقه دي. اجي بقى اكتب له من غير ما احط حروف ولا حاجه، الكلمه مره واحده. هكتب له مثلا كده اهو هات. المفروض ان يقراها كده هات هات، يقراها كده على بعضها هات. طيب كتبت له مثلا كده هيقرا طب طب. طب كتبنا كده يقراها مد مد. طيب خلاص انا كده ابني اخد الفور الفايف فاولز، الخمس حروف المتحركين. اجي بقى في كراسه تانيه اروح كاتباله الحروف المتحركه بالشكل ده معاهم كلهم. اجيب الفاول كده من فوق واكتبه مع كل الحروف وابتدي اخليه يستذكرهم تقريبا كده، يعني مثلا يوميا كل يوم ناخد خمس دقايق نقرا الحروف بالشكل ده علشان ما ينساش. الاطفال في سن الخمس سنوات بينسوا الحاجات دي بسرعه. هنقرأ ازاي؟ با به بي بو با. كا سه، دي طبعا سه عشان حرف السي لما يجي بعدي اي او واي او اي هينطق سه، ودي برضو سي. سه سي كو كا. دا ده دي دو دا. جا جه جي جو جا. ليه هنا جه وجي؟ عشان حرف الجي زي حرف السي بالظبط، لما يجي وراه اي او واي او اي بينطق باسمه جه. طيب اللي بعده فا فه في فو فا. ها ه هي هو ها. لا له لي لو لا. ما مه مي مي مو ما. نا نه ني نو نا. پا په پی پو پا. را ره ری رو را. سا سه سی سو سا. تا تا ته تی تو تا. يبقى انا كده خلاص علمته ان هو ازاي هيعرف يقرا الحرفين مع بعض، يكون الحرف الثاني فاول يعرف يعمله ازاي.
طيب بعد كده بناخد بقى كلمات باد. طب لو كلمة كده دي مثلا خليها باد. طيب لو كده مثلا جوت. طب وكده جان. طب وكده مثلا هيت. كل يوم نراجع دول مع بعض ان شاء الله. هعمل لكم فيديو بيهم ونعيدهم اكتر من مرة ان شاء الله. الفيديو الجاي انتظروني الفاولز كلهم مع بعض بالطريقة دي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.